بمعنى أدق أن القائد بأنه هو مؤثر، إذن فلديه القدرة على أنه يبعث الثقة في الآخرين. دي نقطة الأهم من ده. خلينا نستشهد ببعض القيادات اللي هم عندهم كاريزما القيادة، وقد تحدثنا في هذا الموضوع منذ فترة في هذه الكاريزما برضه، زي مثلا الرئيس السادات. طبعا الشخصية الكاريزمية على مستوى العالم أولهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، يليه سيدنا أبو بكر ويليه سيدنا عمر وبعض القيادات اللي هو في التراث وفي الأثر. نيجي في العصر الحديث عندنا كاريزمات كتير زي السادات. السادات كان بيتميز بكاريزما القيادة. يعني إيه كاريزما القيادة؟ قادر إن هو يوصل لك الصورة زي ما هو عايز، قادر إن هو يأثر فيك. حتى كان في وقت من الأوقات في أحد مباحثات الكنيست لما راح لهم هناك، ويمكن قالها على مسمع ومرأى العرب ومسمع ومرأى العالم كله، إني مستعد أن أذهب إلى آخر العالم حتى لا يجرح جند من أولادي. الكلمة دي كان لها أثر قوي جدا، لدرجة إن إسرائيل في وقتها أعلنت حالة التعبية العامة والتعبية القصوى، ولما استقبلته استقبال الأبطال. حتى لما راح هناك ووقف واتكلم في الكنيست، اللي هو لما قال مستعد أن أذهب إلى بيتهم الكنيست ذاته، كان ليه كلمة مهمة جدا. وفين؟ وفي بيتهم. قال إيه؟ قال لقد أتيت اليوم على قدمين ثابتتين، وعليكم أن تتخلوا تماما على أحلام الغزو، لقد أصبح للعرب درع وسيف. هذه الكلمات رغم أنها عبارة عن كلمات ولكنها كانت مؤثرة جدا. كيف قالها؟ قالها إزاي؟ قالها بمنتهى القوة وفي نفس الوقت بمنتهى الحكمة. يكفي أن بعد هذا اللقاء أو بعد هذا الخطاب استقبلوه الإسرائيليين بطريقة لا تتخيلها، وكأنه يعني فعلا قدر كقائد منتصر.